أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من خارج الصندوق على شاشة العربية. في حلقة الليلة سنطرح العديد من الأسئلة ونحاول الإجابة عليها. في ملفنا الأول نسأل: ما وراء انسحاب إسرائيل من جنوب غزة وكيف أثرت حرب القطاع على تصاعد الخطاب الشعبوي؟ الإجابة مع ضيف خارج الصندوق الكاتب والروائي خالد البري. والسؤال أيضا في ملفنا الثاني: هل تنجح الضغوط بتغيير استراتيجية إسرائيل بالحرب؟ لا شك أن موقف أوروبا بات مختلفا من الدعم المطلق لتل أبيب إلى تحول كبير بات واضحا من خلال انتقاد طريقة إدارة الحرب والجديد تلويح فرنسي بفرض عقوبات. لدينا أيضا: ماذا لو تحققت تنبؤات ماسك وتفوق الذكاء الاصطناعي على البشر بحلول العام المقبل؟ ما هي المخاطر الأمنية المترتبة على ذلك؟ سؤال نطرحه الليلة في خارج الصندوق. العنوان الذي تصدر العديد من المحطات العربية والأجنبية كان: انسحاب القوات البرية الإسرائيلية من خان يونس في قطاع غزة وترك ما أسمته إسرائيل قوة أصغر لمواصلة العمليات في قطاع غزة. قبل أن نتحدث عن التفاصيل والدوافع التي أدت إلى اتخاذ هكذا قرار من قبل إسرائيل، وربما تكون بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية قد كشفت عنه، يجب علينا قبل أن نتحدث في هذا الموضوع أن ننظر بعمق إلى سكان خان يونس الذين عادوا إلى مناطقهم. الصور ربما لا تحتاج في كثير من الأحيان إلى كلمات. دمار، كله دمار، يعني ما فيش حاجة صالحة للسكن. لو رجعنا مثلا غاب البلد على الفاضي، الفاضي لا شيء يصلح للسكن، الفاضي دمار. لسا نضلنا في الخيام احسننا ما نعود الا ما نزلنا. بدنا في الهدنة، الدور كلها خربانة، لا ضر لا مية لا كهرب لا شيء، خلص فيش شيء. خان يونس كلها دمار، دمار خالص. أربع طوابق مهدمات، هاي اللي طلعت فيه. زي ما انت شايف كمية الدمار في خان يونس والقرارات 99%. يعني كل الدور اللي انت شايفينها كلها فيش دار سليم. ما كان يوم من الأيام متصور نوصل لمرحلة زي هيك، صعب صعب الوصف للأمانة، مش كلمة تقال إنه صعب الوصف، فعلا صعب الوصف. شيء مبكي، أحلام ضاع بين هاي المباني، أحلام حياة، أطفال كانوا يتجولوا في أي شوارع. هذه العبارة وهذه الصور تحتاج إلى طرح أسئلة خارج الصندوق. متى سيتم إصلاح كل هذا الدمار والخراب؟ من سيقوم بإصلاح هذا الأمر وكيف؟ هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات صريحة، تحتاج إلى تفكير خارج الصندوق، ستكون مطروحة في حلقتنا الليلة. لكن دعونا نعود لمسألة قرار إسرائيل الذي أثار العديد والعديد من التساؤلات بشأن بماذا يفكر أو فيما يفكر الجيش الإسرائيلي بقراره الانسحاب من جنوب غزة. دعونا نستعرض المواقف في البداية قبل أن ندخل في التفاصيل التي كشفت عنها صحيفة هارتس الإسرائيلية. طبعا حماس حينما تم اتخاذ هذا القرار وتم الإعلان عنه من قبل الجيش الإسرائيلي قامت بإصدار بيان أكدت فيه أن هذا الانسحاب نتيجة الفشل الاستخباراتي والعسكري الإسرائيلي. على الجانب الآخر كانت هناك تصريحات أخرى من إسرائيل أوضحت بشكل أو بآخر ما هو الهدف. لكن نعود إلى ما كشفت عنه صحيفة هارتس الإسرائيلية التي قالت بشكل واضح أن مصادر عسكرية لها قالت أن الهدف من هذا الانسحاب هو نوع من الخدعة الإسرائيلية التي حاولت إسرائيل بها أن تقول أنه يمكن سحب القوات حتى يكون هناك متنفس لخروج المختبئين من مخائبهم التي يختبئون بها، وخاصة فيما تبقى من أنفاق. هذا سيناريو مطروح من قبل القيادة العسكري. لكن من الناحية المنطقية ووفقا لما يمكن التفكير به خارج الصندوق، إسرائيل حتى اللحظة لم تصل إلى أهدافها الثمينة، لم تصل إلى السنوار والضيف. هذه هي الأهداف الثمينة بالنسبة لإسرائيل، وبالتالي طالما أنها لم تصل إليهم، طالما أنها العمليات العسكرية التي تدور على الأرض تمثل نوع من الإرهاق القتالي والعسكري للقوات الإسرائيلية، لذلك قررت إسرائيل أن تنسحب من جنوب
خان يونس وتحديدا او جنوب قطاع غزه وتحديدا خان يونس. لكن رئيس اركان الجيش الاسرائيلي حينما عقب على هذه الخطوه اليوم اكد بعض التصريحات التي تحمل عبارات واضحه. ماذا قال؟ قال ان استمراريه الحرب في غزه ستستمر، وتصفية مزيد من وصفهم بالمخربين وتدمير البنى التحتية للمسلحين ستستمر، أنه لن يتم الإبقاء على أي ألوية لحماس في قطاع غزة. كل ذلك وفقا له سيتم وفق خطط إسرائيلية وضعها الجيش الإسرائيلي، وهو يعلم متى وأين وكيف يتخذ القرار. لكن اللافت للنظر أيضا ما قاله وزير دفاع إسرائيل، والذي وضح بشكل كبير في هذا التصريح كيف تفكر إسرائيل. نستمع إليه. ما يحدث الآن في قطاع غزة هو أمر غير مسبوق. جيش الدفاع الإسرائيلي قضى على 4 من 5 ألوية تابعة لحماس في شمال قطاع غزة وفي الوسط وفي خان يونس، ونحن نستعد للاستمرار. سحبنا قواتنا وننتظم حتى نصل إلى رفح لحل مشكلة القوة العسكرية الموجودة هناك. هذه هي الأهداف وفقا لما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي. لكن هناك جملة من التغيرات الإقليمية والدولية المهمة في هذا الأمر، بالإضافة إلى التطورات الخاصة بغزة، بالإضافة إلى المعالجة الإعلامية أيضا لهذه التطورات. ينضم إلينا الليلة في خارج الصندوق من القاهرة الكاتب الصحفي والروائي خالد البري. مرحبا بك أستاذ خالد معنا في خارج الصندوق. مساء الخير، اهلا وسهلا استاذه رشا، وشكرا جزيلا على الاستضافه. اهلا بحضرتك. خلينا نسال في البدايه سؤال يفكر فيه الكثيرون الان، بعد اكثر من 6 أشهر استاذ خالد من هذه الحرب، هل آن الاوان ان تكون هناك تقديرات موضوعيه لطبيعه ما يحدث؟ لان هناك تساؤلات كبرى تدور في اذهان الجمهور ولا احد يمتلك اجابه واضحه. هل انتصرت إسرائيل أم انهزمت؟ هل انتصرت حماس أم انهزمت؟ هذه أسئلة كبرى، هل آن الأوان لوضع إجابات محددة لها؟ يعني هذه الأسئلة لا أظن أننا سنحصل على إجابات واضحة لها في الوقت الحالي أبدا. يعني طول ما هو العمليات الميدانية مستمرة ستكون الحرب الإعلامية هي التي تصدر إلينا، والحرب الإعلامية طبعا أحيانا يكون من مصلحة طرف من الأطراف المبالغة في عدد الضحايا أو تقليل عدد الضحايا، فمن الصعب أن نحصل على إجابات واضحة لمفردة مهمة من مفردات الانتصار أو الهزيمة. لكن طبعا أمامنا رسوم بيانية نستطيع أن نتتبعها، منها مثلا يعني حجم المقاومة، منها مثلا الأرض التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، منها مثلا التقارير الإعلامية الصادرة عن يعني المقربة من حماس، ويعني نستطيع أن نرى كيف تغير حجم هذه التغطية الإعلامية وكيف تغيرت لغتها. إذا تتبعنا هذه المفردات واحدة بعد الأخرى سنصل إلى يعني شيء واضح، من له الغلبة. ولكن الانتصار يعتمد أيضا على الأهداف المعلنة من العملية العسكرية ومدى تحقق هذه الأهداف. فهناك يعني أكثر من معيار نستطيع أن نحدد به من المنتصر في هذه الحرب. هل هناك إجابة واضحة من هو المنتصر وفقا لكل هذه التقييمات أو هذه المحاور التي يتم الاستناد إليها؟ الغلبة لإسرائيل قولا واحدا، ولكن كلمة الانتصار أوسع من هذا كثيرا. وقد يخرج في كثير من الحروب يكون الطرفان مهزومين، فنحن نتحدث عن غلبة أكثر مما نتحدث عن انتصار ساحق، لأن عن انتصار واضح يعني.
طيب لديك خبرة إعلامية أستاذ خالد، لأنك قمت بتغطية العديد من الحروب، حرب تموز أيضا قمت بتغطية، كنت مديرا لمكتب بي بي سي حين في العراق حينما كانت الحرب أيضا، لديك خبرات على الأرض. دعني أقول لك بصراحة، ونحن نمارس يعني أنت مارست العمل الإعلامي وأنا أمارسه الآن، نحن جميعا في موقف صعب للغاية، لأن الإعلام يبدو أنه قد سقط يعني بقصد أو بغير قصد، عمدا أو بغير عمد، في دائرة الاستقطاب السياسي الموجودة. هناك مناصرة شديدة للمقاومة من جهة، وهناك أيضا خطاب يدعو للواقعية السياسية من جهة أخرى. أنت لا ترضي هذا الطرف إن لم تكن تتحدث بنفس خطابه، ولا ترضي هذا الطرف إذا كنت لا تتحدث بنفس خطابه. ماذا نفعل؟ لا نفعل شيئا، يعني ليس علينا أن نفعل شيئا، علينا أن نقوم بواجبنا، علينا أن نصر على تقديم رؤية موضوعية للمعلومات على الأقل. يعني ممكن أن نختلف في التحليل، وممكن أن تتحكم الأهواء في التحليل السياسي، ولكن حجب المعلومة الموضوعية، هذه خيانة للإعلام. أنا دايما بضرب مثل أن الناس زعلانة كتير من اللي حصل في 1967، ولغاية الآن تذكر الإعلاميين بالتهويل الذي حدث، وإشاعة أننا انتصرنا ثم فوجئنا بالهزيمة بعد ذلك. الغريب يدور الزمان ويعود الناس ليطالبوننا بأن نكون نموذجا من الإعلام الذي انتقدوه من قبل. فأنا بالنسبة لي ما فيش أي يعني لا لبس في الموضوع، في عز في قلب سخونة المعركة، وأيا ما كان الطرفان سأتحرى بقدر الإمكان أن أشغل عقلي في تحليلي، ولكن في كل الأحوال سأقدم معلومة موضوعية ولن أحاول أن أتلاعب بالمعلومات أبدا. فكرة الاستقطاب أستاذة رشا هي فكرة، يعني الاستقطاب في الإعلام طبعا موجود طبيعيا، ولكن في تزكية لموضوع الاستقطاب وشحن لموضوع الاستقطاب حين يكون الطرف الآخر طرفا أيديولوجيا، لأنه يملك جمهورا خشبيا كبيرا يعتبره جنديا أساسيا من جنود المعركة. أنا لا أعتبر نفسي جنديا من جنود المعركة، أنا أعتبر نفسي إعلامي، يعني أعبر عن ما أراه، إنما هم يعتبرون أنفسهم والإعلام المؤيد لحركة أيديولوجية ما يعتبر نفسه جنديا من جنود المعركة، ويعتبر أن المعول في أخباره، في أهمية أخباره، ليست مدى صدقها ولكن مدى خدمتها للهدف الأيديولوجي. فالاستقطاب متوقع من البداية، ولكن أيضا مرة أخرى انظري إلى الرسم البياني لهذا الاستقطاب، تذكري الأيام الأولى وكيف أن أي إنسان، أنا حتى أتذكر أنهم استهدفوك لمجرد أنك سألت أسئلة لم تعجبهم، يعني أنت لم تطرحي رأيا أو تحليلا، ولكن استضفت مسؤولا من مسؤولي حماس وسألته أسئلة لم تعجب الجمهور فوضعوك في خانة معينة. فهذا يعني هذا الاستقطاب جزء من الحرب، ولكن حين نتتبع الرسم البياني حتى للإعلام الجانب الذي كانوا يعتبرونه وطنيا، سنجده ينذوي بموازاة انذواء العمليات على الأرض. يعني ألا ترى أن هناك تصاعد لموجة ما يسمى بالخطاب الشعبوي؟ دعني فقط أذكر ببعض التصريحات التي أدلى بها قادة حماس. ما الذي قاله السيد هنية رئيس حركة حماس أو رئيس المكتب السياسي لحركة حماس؟ اسمح لنا أستاذ خالد أن نستمع إليه ونعود للتعقيب. أدعوكم إلى جبهة جماهيرية شعبية تقف في وجه جبهة الاحتلال
ومن معه، وتضع حدا لهذا العدوان، وتسند معركة التحرير التي يخوضها شعبنا اليوم في كل ساحات الوطن. أستاذ خالد، ربما استمعت إلى هذا الجزء من تصريحات السيد هنية وتصريحات قادة عديدين لحركة حماس، ولكن السؤال أن هذا الخطاب أحيانا يشعل المشاعر التي تتعاطف بشكل كبير بالطبع مع ما يحدث في غزة. هناك مشكلة كبيرة، هناك قضية لا يمكن الاختلاف عليها وهي القضية الفلسطينية، هناك شعب يعاني بشكل كبير في غزة والصور تبدو مؤلمة للغاية لأي إنسان، ولكن السؤال لماذا يتم توظيف هذا الأمر بشكل خطاب شعبوي يتساءل البعض عن كيفية التعامل معه؟ والله أنا يعني أستطيع أن أفسر هذا من وجهة نظري كإعلامي ليس أكثر من هذا. يتجه القادة إلى مثل تلك الخطابات الشعبوية حين تعوزهم القوة على الأرض. هذا يعني أن بالنسبة لي هذه خطوات يائسة، لأنها توجهت فيما توجهت إلى الأردن على سبيل المثال، حاولت في فترة سابقة أن تتوجه إلى الداخل المصري، يمكن مش بنفس الطريقة ولكن كان بنفس الهدف. فهذا مجرد جزء من المعركة الإعلامية، وإن كان له دلالات فدلالته أنه يعوض نقصا في القدرة على الأرض. أي عاقل في العالم، يعني أنا أحيانا بستغرب أنا ليه المفروض أقعد أبرر نفسي، يعني أي عاقل موجود في العالم وينظر إلى هذا الصراع الذي يدور في الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة يستطيع أن يرى ما يحدث. و يعني خلاص ما بقاش في حاجة بعد 6 شهور من هذا الصراع، ما لم يعد هناك شيء عصي على التفسير، في ايديولوجي بس. الايديولوجي بتبيع حتى الكذب على أنه تقرب إلى الله أو أنه نصرة لإخوتهم، ولكن على الأرض الموضوع واضح للغاية. وهذا استمرار أيضا في نهج حماس، في أنها حماس لا تجيد أبدا السياسة، لا تفهم ثقل أو نتائج أو عواقب الفعل الذي تقدم عليه. هم بالنسبة لهم الموضوع ربما ليس أكثر من خطاب سيلقيه، سيبث الحماسة في بعض أعوانه، ربما تخرج مظاهرة هنا أو هناك، ولكن بالنسبة لمحيطه فهم ينظرون إلى هذا على أنه تأكيد على أن حماس ماضية في نفس الغي القديم. حماس الآن يا أستاذة رشا، أنا أعتبر أن قادتها يتحدثون في السياسة وهم يعني يغمضون أعينهم عن الخريطة. ما من خطاب ألقي على لسان مسؤول في حماس إلا ومدح مثلا إيران أو زعماء مثل قاسم سليماني أو مدح الحوثيين. فبالنسبة لي يعني أنتوا إزاي مش شايفين على الخريطة أن أنت بتتكلم عن حد عنده مشاكل مثلا مع السعودية، بتتكلم عن إيران اللي مهددة مسيطرة على 4 عواصم عربية وبتهدد جيرانها في الخليج، الوضع في سوريا كما تعلم، فأنت فقدت امتدادك الشعبي داخل سوريا. في لبنان نفس الموضوع، لأن الصراع نحن نستعد الآن لصراع آخر ممتد في لبنان، وأنا ببتدي أشوف النقطة دي لما الاقي انه حزب الله انقلب على الداخل، او يعني ابتدت تبقى في اغتيالات كده لناس حركيين، لانه ده بيشعل الصراع الداخلي. فانت ايضا في لبنان اصطففت مع تيار ضد على الاقل يا اخي نص لبنان، والنص الذي يمثل الحاضنه الطبيعيه لك، والان تتوجه الى الاردن ومن قبل مصر، وطبعا غير الهجوم اللفظي على دول اخرى في الخليج. طيب
هل في عاقل ممكن يتخيل أن هؤلاء أناس يتعاملون بالسياسة كما يجب، أو يفكرون في مستقبل علاقاتهم، أو يفكرون في الأمور الأخرى التي تدخل فتقوي قضية ما؟ طيب، على الجانب الآخر أيضا هناك الطرف المتعلق بإسرائيل. خطاب نتنياهو أيضا لم يكن يخلو أيضا من هذه الشعارات الشعبوية. اسمح لنا أن نستمع إليه ثم نعود للتحليل. لا يمكن هزيمة الشر المطلق بتركه على حاله في رفح كما كان الحال في العصور القديمة. مثل إخواننا نحن أيضا نتحد ونقاتل وننتصر، سندخل رفح ونحقق النصر المطلق. لقد قضينا على هامان وسنقضي على السنوار أيضا. استمعنا إلى ما قاله. هناك طبعا في إسرائيل يمين ديني وهناك يمين قومي، ويحاول نتنياهو اللعب على الجانبين، ولكن حتى اللحظة من الناحية الفعلية البعض يعتقد أن ربما هدف نتنياهو واضح للغاية في الكثير من التحليلات، أنه يريد البقاء في السلطة وبالتالي يريد أن تستمر هذه الحرب. التساؤل يتعلق هل ينجح هذا المخطط في ظل الضغوط الأمريكية والأوروبية التي نشاهدها الآن؟ والأمر الآخر المتعلق أيضا بكيف يفكر السنوار؟ والله كيف يفكر السنوار دي رأيناها، يعني يمكن مش محتاجة كتير، لأنه حصيلة التفكير هو ما نراه على الأرض من أفعال. وهذا الرجل أدخل قطاع غزة وأدخل القضية الفلسطينية وأدخل الشعب الفلسطيني في مأساة نحن نشهد الفصل الأول فيها، هذه الحرب المأساوية. هؤلاء كل هذا هو الفصل الأول وفقا لتقديرك؟ سنعيش معه. نعم، هو فصل أول بدأ بداية يعني ساخنة، ولكنه الفصل الأول، لأنه دي هتكون في التاريخ الفلسطيني لاند مارك، يعني معلم من معالم الطريق، وسنعيش فيها يعني فترة كبيرة، بالضبط زي حرب تموز 2006. هي بداية مرحلة، خلينا نقول إنها بداية مرحلة وسوف نعيش فيها لفترة طويلة. 2006، نحن الآن في 2024، وأنا أتحدث عن 2006 كأنها بالأمس. 18 سنة من الشلل التام في لبنان. لبنان لم يتقدم خطوة إلى الأمام. نحن ننتظر دائما مصيبة وراء أخرى، يعني بعد الشر على أهل غزة، ولكن هذا بداية فصل نفهم منه تفكير السنوارة. حتى أعود إلى سؤالك، بالنسبة لنتنياهو، أنا بصراحة نتنياهو الموضوع هو كان واضح من الأول. إحنا في أي حد موجود في المنطقة ومهتم بالسياسة لا يعلم أن سبب الخلاف بين نتنياهو وبين عرابه، يعني رييل شارون، أنه هو الانسحاب من غزة. الانسحاب الأحادي لإسرائيل من قطاع غزة في 2005 أدى إلى انقسام كبير في تكتل ليكود، وبقى في حزب جديد اللي هو يعني رأسه رييل شارون، ونتنياهو ظل مع الليكود. طيب إذا كان موضوع الانسحاب من غزة ده يعني علامة أساسية من علامات من مفردات التي طرح بها نتنياهو نفسه للجمهور الإسرائيلي، وقال لهم ده الانسحاب الأحادي من غزة ده هينشئ لنا دولة إرهابية على الحدود ومش عارف إيه، وبالتالي هو الذي دشنه كبطل أوحد، على ذكر يعني مسلسلات رمضان، تخلى عن دور البطل الثاني أو السنيد، وبعد هذا الموضوع صار البطل الأوحد من 2009 تقريبا. ولكن ألا ترى أن سياسات نتنياهو اليمينية هي التي قادت إلى المشهد في 7 أكتوبر؟ التاريخ لم يبدأ في هذا التاريخ من وجهة نظر الكثيرين. سياسات اليمين التي أغلقت أي أفق للسلام دفع البعض أن يقول أن خيار المقاومة ربما يكون الأفضل، طالما أن التفاوض لم يأتي بشيء، طالما أن إسرائيل لم تعد تفكر في حقوق الفلسطينيين. البعض يردد عبارات مثل أن ما حدث في 7 أكتوبر أعاد القضية الفلسطينية إلى الاهتمام من جديد. اليمين الإسرائيلي هو الذي وقع أول عملية سلام مع مصر،
يعني فكرة إنه اليمين في إسرائيل هو يمين متحكم مطلق، لا، اليمين في إسرائيل الحاجز بينه وبين أي حكومة أخرى يعني عدة مقاعد بتتغير في انتخابات. الحاكم في إسرائيل ليس حاكما مطلقا لا يسأل عما يفعل كما هو الحال يعني مع السنوار أو مع حسن نصر الله، لا، يعني نتنياهو موجود النهاردة بكرة ممكن ما يبقاش موجود، مش مشكلة أبدا. وبالعكس نتنياهو على 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 جمر ساخن، ولا الأمور مستقرة تحت إيده ولا حاجة، يعني أنت مش محتاج أساسا أن أنت تعمل عملية تشين بها المقاومة الفلسطينية. أستاذة رشا، ما فيش حد أبدا قال انه ما فيش مقاومه للاحتلال، دي ما طلعتش من بقى اي حد، هو في ناس بتحط الكلام عندنا، انما لابد ان نفهم فلسفه اداره السياسه. لو احنا كنا في زمن تاني كانت هتبقى المنطق للقوه، يعني الطرف القوي هيروح هاجم على الطرف الضعيف يقضي عليه وانتهينا ومع السلامه. فلسفه السياسه الحديثه ان احنا حولنا زي فلسفه تغيير مباريات المصارعه، بدل ما كانوا تقطيع روس زمان لا خليناها بقوانين ونقط ومش عارف ايه، نفس الحكايه في السياسه الحديثه. قلنا لك طيب بلاش، بدل ما تقعدوا تقتلوا بعض لغاية آخر فرد، المقاومة تلتزم بحدود والطرف الأقوى أو الطرف المحتل أو whatever يلتزم بحدود. نعم. فإذا أنت مش فاهم الفلسفة دي وهتقعد تقول لي لا وأنا بسبب الاحتلال أنا هقاوم، ما حدش قالك ما تقاومش، إنما أبقي نفسك في حدود المقاومة بتعرفها الحديث. ما تعرفش يبقى ما تنفعش، لو انت ما تعرفش المعلومات دي يبقى ما تنفعش، ويبقى انا ما اقدرش ولا غيري يكلمك في السياسه ولا انت هتقتنع. انا اشكرك على هذا التحليل، والحقيقه نحتاج لمزيد ومزيد من الوقت، لكن تعيدنا دائما ان تكون ضيفا عزيزا علينا على شاشه العربيه، الكاتب الصحفي والروائي الاستاذ خالد البري، شكرا لك. ونتابع أيضا مع حضراتكم في خارج الصندوق، نفتح للنقاش التفاعل الكبير في الإعلام العربي والغربي مع مقابلة العربية مع زوجات زعيم تنظيم داعش رغم مرور أكثر من شهر على عرضها. مع استمرار العمليات العسكرية بهذه الصورة في غزة ومنع إسرائيل لدخول أي مساعدات إنسانية حقيقية يمكن أن تعالج الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، بدأت تتعالى الأصوات المنددة بشكل كبير وبشكل مسموع، بدأ الجميع يسمع هذه الأصوات، حتى الانتقادات التي كانت توجه لإسرائيل في الخفاء أصبحت واضحة بشكل كبير في العلن، بدأت أصوات تتعالى في أوروبا للمطالبة بشكل واضح لاتخاذ موقف صريح وواضح من ما تقوم به إسرائيل في غزة. وهنا نقطة فاصلة تتعلق بالخلاف حول الحرب التي تقوم بها إسرائيل أم سلوك إسرائيل في الحرب، هناك تساؤلات كبيرة سنطرحها، ولكن وزير الخارجية الفرنسي لوح اليوم بورقة مهمة وهي فرض عقوبات على إسرائيل لوسيلة أو كوسيلة للضغط عليها من أجل إمكانية فتح المعابر بشكل كبير لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل أفضل. هذا يفتح الباب للتفكير حول طبيعة هذا التصريح وطبيعة المواقف الأوروبية والأمريكية. ينضم إلينا من تل أبيب المستشار السابق لوزارة الأمن الإسرائيلية ألون أفيتار، وينضم إلينا أيضا من باريس دكتور جواد بشارة الكاتب السياسي. أبدأ به دكتور جواد، هل نحن أمام تلويح بفكرة العقوبات أم أن هناك تغير حقيقي في العقلية الأوروبية في مسألة التعامل مع إسرائيل، وأن قرارا ما قد اتخذ بضرورة التصدي لممارسات إسرائيل بشكل كبير حتى ولو تم ذلك بفرض عقوبات؟ نعم،
المزاج الأوروبي حاليا ليس كما كان في قبل 6 أشهر بنع هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي. الآن بدأت الأمور تتخذ منحى آخر، لكنهم يلوحون باستخدام عقوبات ولن يجرؤوا على استخدام العقوبات. فرنسا أو أوروبا بشكل عام تحاول أن تناور وترسل رسائل عبر وسائل الإعلام وحتى عبر الوسائل الدبلوماسية أن صبرنا له حدود، ولا يمكن أن تتمادوا إلى حدود يعني ارتكاب كارثة إنسانية بحق من تبقى من الفلسطينيين في غزة أو اجتياحكم. ارتكبت الكارثة، نحن نتحدث عن مجاعة حقيقية يشهدها القطاع. صح، هذه يعني هم يعرفون هذا الشيء، الأوروبيين يعرفون، ولكن لا ليس بيديهم وسائل ضغط على إسرائيل. الوحيدة التي يمكن أن تضغط على إسرائيل أو تفرض عليها تغيير مسارها وقبولها ببعض التنازلات، يعني السماح بالمساعدات، وقف إطلاق النار، هدنة، أو التفاوض الجدي حول إطلاق رهائن مقابل شروط تفرضها حماس أو تطلبها حماس، هي الولايات المتحدة الأمريكية. غير أمريكا لا يمكن لأي جهة بالعالم أن توقف إسرائيل. هناك تصريح منذ قليل لجيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي أنه إذا استمرت إسرائيل في انتهاج السياسة التي تتبعها في هذه الحرب ستكون هناك سياسة أمريكية جديدة تتصدى لها. أسأل هذا السؤال لسيد أفيتار، أنت استمعت إلى ما قاله دكتور جواد معنا، واستمعت بالتأكيد إلى تصريحات العديد من العواصم الأوروبية التي أصبحت تدين إسرائيل بشكل كبير. أنتم فقدتم الذخم والدعم الذي كان يتوفر لكم منذ أكثر من 6 أشهر، الموقف اليوم وفي هذه الساعة تغير. وايد سعيد، الوضع مش منطقي. العالم الغربي أو جزء من العالم الغربي، جزء من الدول بيحموا ويعطوا حماية لإخوان المسلمين، جزء من الدول في المجتمع الغربي بيعطوا حماية لحركة الإرهابية، حركة حماس، هذا مش منطقي. وجزء من الدول بعرفوش من هي حركة حماس، للأسف. لا، يعرفون حركة حماس ولكنهم ضد استراتيجية إسرائيل في التعامل مع قتل المدنيين بهذه الصورة، تجويع الشعب الفلسطيني في غزة بهذه الصورة، منع دخول المساعدات. هذا ما يراه الغرب، وأنتم تحتاجون للرد عليه. شكرا على السؤال في الوقت الغين. أنا بعطي لك بخطر كنموذج عدد الشاحنات اللي إسرائيل تدخل وتفتح المعابر يومياً. عدد الشاحنات تعرفي شو هو؟ لقطاع غزة 500 شاحنة يومياً، 500 شاحنة يومياً لمواطن إسرائيلي. لحظة، جملة كثيرة بيفاد لك، أكمل الغرض. 500 شاحنة عندهم مواد غذائية. العدد هو أكبر وأحسن وأكثر من عدد الشاحنات اللي كان قبل الحرب، قبل الحرب. معناته اليوم كمية المواد الغذائية اللي بتدخل يوميا لغزة أكثر من الفترة سيد ألون قبل الحرب. أتحاول تقنعني أنا فلترد على حلفاء أمريكا، لترد على حلفاء إسرائيل. أمريكا لا يعجبها الأمر، فرنسا لا يعجبها الأمر، العديد من الدول الأوروبية والمجتمع الدولي لا يعجبه الطريقة التي تتعامل بها إسرائيل في قتل المدنيين وفي تجويع الشعب وعدم دخول المساعدات. هذه الأرقام التي تتحدث عنها الآن اسمح لي أن أطرحها على دكتور جواد ليرد عليك. تفضل دكتور جواد. أولا هذا الخطاب الإعلامي غير صحيح، لأن إسرائيل تسمح يعني بقطرات فقط وليس بكم هائل، لا يكفي للفلسطينيين ولا يمكن أن يخرجهم من شبح المجاعة. وطبعا السماح يأتي بعد ضغوط كثيرة تتعرض لها إسرائيل من قبل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي. هذه نقطة. النقطة الثانية، إسرائيل الآن تخطط إلى ارتكاب جريمة كبرى، يعني إفراغ غزة من سكانها واحتلالها. هذا ما يريده نتنياهو، لكن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والرأي العام العالمي لن يقبل بهذه الخطوة، ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية، لأن ذلك سيشعل المنطقة سيقود إلى حرب إقليمية شاملة. لذلك يجب على إسرائيل أن
تفكر بتأمل وبعمق قبل أن تخطو. هل أنتم مستعدون للتفكير لهذه الدعوة سيد أفيتار التي يطلقها الآن دكتور جواد، وهو التفكير بعقلانية وبحسابات تحمي أمن إسرائيل وتحمي أمن المنطقة؟ لأن ما تفعلونه من وجهة نظر دكتور جواد ومن وجهة نظر العديد من التحليلات الدولية يدمر إسرائيل ويدمر المنطقة. ماذا لو فرضت عليكم عقوبات بالفعل من فرنسا كما قالت اليوم؟ بس أكمل الجملة بشكل كثير. أنا بقول إنه رغم المعلومات ورغم التفاصيل، وكل المشاهدين بيعرفوا التفاصيل وكل المشاهدين بيعرفوا الحقيقة، وهي إنه حركة حماس تتسيطر على الشخينات بقوة وبتهدد على الناس وبتخهم. هاي السبب. هذه الرواية الإسرائيلية. ماذا اقتناعك حكما كليا أن الجميع مقتنع بها؟ إذا كان الجميع مقتنع بها لم تخرج إسرائيل وأمريكا لتقول أنها غير راضية على استراتيجية إسرائيل في التعامل مع مسألة المساعدات؟ إذا في حاجة أنا بجيب في المقابلة الجاية الأفلام الفيديوهات، كلهم بيفتحوا الأفلام وشو بيشوفوا في التلفزيون الملثمين المسلحين تبع حماس بيسفروا وبيركبوا. أرسلتم هذه الفيديوهات إلى حلفائكم؟ أرسلتوها إلى أمريكا إلى باريس؟ إذا كنتم أرسلتوها لم يكن تصدر تصريحات كهكذا. أمريكا بتعرف الواقع بس ما عندها وسائل ضد حماس، هاي النقطة. أمريكا بتعرف الوضع زي كل ولد فلسطيني في شمال الدف في شمال قطاع غزة. طيب سؤالي الأخير، باختصار شديد إذا سمحت، ماذا لو فرضت عليكم عقوبات من دول كما قالت فرنسا، كيف ستتعاملون؟ أنا بصدق إنه نهائيا في فرق بين الدعاية في وسائل الإعلام والثمن اللي كل دولة غربية بتدفع لمعارضة داخلها. يعني أنتم تعتبرون أن هذا نوع من التلويح وليس خطوة يمكن أن تكون فعلية. أشكر ضيوفي الدكتور جواد بشارة الكاتب السياسي وأيضا السيد ألون أفيتار. في سبق وانفراد إعلامي انفردنا به على شاشة العربية، تابعتم حضراتكم معنا المقابلات التي أجرتها العربية مع زوجات زعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي، والتي أثارت حالة من التفاعل الكبير في الأوساط الإعلامية العربية والغربية، حتى أن الأمر وصل إلى نقاشات داخل المجتمعات وبين أروقة الرأي العام حول ما نشر، والذي يعد وثيقة مهنية تفتخر العربية بأنها قدمتها وقدمها الزميل ماجد حميد عبر سلسلة من المقابلات المهمة للغاية التي كشفت وبالوثائق وبالتصريحات الوجه الحقيقي لهذا التنظيم. العديد من التفاصيل التي تم ذكرها في هذه المقابلة تستحق أن تكون محل تحليل ومتابعة وفهم لطبيعة هذا التنظيم. كل ما كان يقال عن هذا التنظيم ويقال أنه غير صحيح بات واضحا أنه يستند إلى حقائق، هذه الحقائق جاءت بشكل واضح على ألسنة زوجاته وعلى ألسنة السبايا الذي كان يقوم بالسيطرة عليهم أمين هذا التنظيم بشكل كبير. نحن فخورين بهذه الوثيقة وبكل ردود الأفعال الدولية التي تدور حولها. الجميع يتحدث عن الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو الشكل الذي تم الحديث عنه بشكل كبير، هو الموضوع الذي يتصدر بشكل كبير. ربما عراب الذكاء الاصطناعي اليوم تحدث، وهو إيلون ماسك، تحدث عن أن هذا الذكاء الاصطناعي سيكون أذكى من الإنسان. البعض كان يقول أن هذه مقابلات بتحمل نوع من المبالغة الشديدة، لكن من يعاصر الواقع الآن يقول أن علينا أن نتأمل بشكل واضح ما الذي يحدثه الذكاء الاصطناعي في حياتنا. دعونا نناقش العديد من المحاور الخاصة بهذا الموضوع مع ضيفنا من كاليفورنيا البروفيسور أحمد بنافع، الخبير التقني والأستاذ في جامعة سان هوزي. مرحبا بك دكتور معنا على شاشة العربية. البعض كان يعتقد في البداية أن الحديث عن الذكاء الاصطناعي هو نوع من المبالغة الشديدة، الحديث أيضا عن نتائجه التي يمكن أن تحدث بشكل كبير كان
البعض يتوقع أن تتم خلال سنوات طويلة، ولكن حينما يعلن ماسك أننا نتحدث عن العام القادم أو العام الذي بعده، ما الذي يعنيه هذا الأمر؟ حقيقة كلام إيلون ماسك هو واقع، والسبب فيه الأمر الآتي يا أخت رشا. الذكاء الاصطناعي السبب أنه الآن أصبح يعني له هذه القوة وله هذه السطوة في التكنولوجيا ثلاث أشياء. أولاً المعلومات، توفر المعلومات اللي هي الوقود للذكاء الاصطناعي. ثانياً الشرائح اللي بتعالج المعلومات هذه. ثالثاً الخوارزميات. كل الثلاث أمور هذه اجتمعت فحصلنا على الوضع اللي احنا فيه الآن. لأن في كلام إيلون ماسك في المقابلة اللي عملها كان واضح جداً فيها، وكان عامل شروط بيقول إنه إذا حصل عندنا شرائح بمستوى عالي، إذا حصلنا معلومات جديدة غير المعلومات اللي موجودة، ممكن نوصل إلى مستوى ذكاء اللي هو بيتكلم عنه اللي هو أذكى من البشر. طيب، هناك فوائد ممكن أن تكون للذكاء الاصطناعي حتى لا تبدو الصورة مظلمة، في الصحة، في التعليم، في البحث العلمي، في وسائل النقل وما إلى ذلك، لكن ما هي المخاطر دكتور؟ لأن البعض يتخوف من أن يكون هناك ما يشبه سباق التسلح. هو أكيد أنه في جانب سيء وجانب مظلم في الذكاء الاصطناعي، لأنه هذه عبارة عن أداة. الأداة هذه ممكن تستخدم بطريقة صح أو بطريقة خطأ. أضرب لك مثل بسيط يعني على اللي حاصل. يعني من أكثر المشاكل اللي تواجه في الذكاء الاصطناعي هي عملية التميز في المعلومات، بحيث أنه يصير عملية الأجوبة تكون منحازة إلى طرف انتقائية في عرض المعلومة يعني. نعم، معلومات خطأ مثلا تكون موجودة، بيسموها الهلوسة في الذكاء الاصطناعي. إضافة إلى أنه في حادثة شهيرة حصلت في هونغ كونغ، أنه استخدموا الذكاء الاصطناعي على أساس أنه يقنعوا شخص يحول 25 مليون دولار يعني في اجتماع، والاجتماع هذا كله تم عن طريق الذكاء الاصطناعي وعن طريق يعني أشخاص كونوا بالذكاء الاصطناعي. فاستخدامه السيء وارد جدا في كذا. هذا نوع من الغباء الطبيعي وليس الذكاء الاصطناعي أن يحول هذا المبلغ. يعني أنا لو معي هذا المبلغ لا يمكن أي وسيلة تقنعني لا ذكاء اصطناعي ولا غيره بتحويله. أشكرك. أنا معك. أشكرك دكتور أحمد بن نافع، الخبير التقني والأستاذ في جامعة سان هوزي. شكرا لك لوجودك معنا في خارج الصندوق. شكرا. وصلنا لختام خارج الصندوق الليلة. ملفات خارج الصندوق ستكون معكم دوما، ونحن دائما ندعوكم أيضا للتفكير معنا خارج الصندوق. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.